يقول لك ما نقولوش الحاجيه بطلت حتى ثاني راحت المكانه تاع المعلم والاستاذ والاستاذه مكانه نقدر نقول لك بلي مقدسه لاني دخل بالتربيه اجيالا. نقول لك انت ما قسم فيه 40 تلميذ تجي استاذه تعطي 40 تلميذ في يديها مده عام إيه كاد المعلم أن يكون رسول الحاج. خلينا باش ما ندخلوش في نروحوا مباشرة على الوقت. الأستاذة قبل ما نهضروا على الأستاذة تاع بسكرة اللي برأتها العدالة وخرجت من السجن بريئة فرحانين بخروج الأستاذة وفرحانين ببراءتها وتحية للعدالة الجزائرية اللي أنصبت الأستاذة وبرأتها خرجت لمواليها مواليها فرحوا وإحنا ثاني نفرحوا معاها ونبارطاجيو الفرحه. لماذا؟ لانها استاذه استاذه مؤثره تاثر تاع الصح، تاثر في التربيه، مؤثره تاع تربيه ماشي مؤثره تاع غنى وشطيح، مؤثره تاع تربيه تاع علم تاع اخلاق. استاذه اعطيني استاذه كي خرجت من السجن بريئه. كل شيء مبروك، مبروك للأستاذة، مبروك البراءة تاع الأستاذة وتحية للعدالة الجزائرية. خرجت الأستاذة، أنا بالنسبة لي هذه مؤثرة، هذه مؤثرة من نوع الرفيع، مؤثرة لاكاليتي، النوعية لاكاليتي. هذه الأستاذة مؤثرة، خرجت براءة، نفرحوا لها. أستاذة أنا وليدي نمدوا للأستاذة تقريه، بنتي نمدها للأستاذة تقريها، تأثر فيها وتربيها وتقريها. مؤثرة ولا أنا هذه اللي نتأثر بها، اللي تأثر علي وتأثر على أولادي. الأستاذة المعلمة رانا فرحانين من خلال البرنامج ومن خلال المنبر هذا. نحيي الأستاذة ونقول لها مبروك عليك وربي يوفقك إن شاء الله. ولا دموع الفرحة، العائلة والأهل، هاي المؤثرة تاع الصح، فري مؤثرة، تأثر ونمد لها وليدي وبنتي ويقعدوا عندها ويقرأوا عندها، تأثر فيهم، أثر مؤثرة مشي معثرة. لا لا أبس الحاج، أبس الحاج، كل شيء مبروك، كل شيء مبروك إن شاء الله. من خلال قلنا البرنامج تحية للأستاذة وربي يوفقك ان شاء الله ويعطيكم الصحه العدله الجزائريه. يطلق الحاج.